السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا عشان ما حدش عارف يروح يتمرن في الجيم والجيمات كلها قافله، قلنا ان شاء الله هنعمل نظام تمرين نعمله في البيت، بس هنستخدم حاجه اسمها قلنا الحبال المقاومه او الريزيستنس باند او الرابر باند. نحاول نشتريها ان شاء الله، لو مش موجوده في محل رياضي ممكن نجيبها اونلاين او نطلبها اونلاين. نظام التمرين بتاعنا باذن الله الايام اللي جايه هيبقى منقسم لاربع حاجات اساسيه. رقم واحد هنبدا بالورم اب بتاعنا او التسخين. رقم اثنين هنبدا بحاجه اسمها دايناميك ستريتشنج او الاطالات الحركيه. رقم ثلاثة هنبدا بالورك اوت، مش هنبدا بقى، ثالث حاجه الورك اوت روتين بتاعنا او نظام التمرين، ورابع حاجه الاستاتيك ستريتشنج او الاطالات الثابته. طبعا الايام بتاعتنا هو 3 ايام وهنعيدهم تاني. يعني اليوم الاول هنلعب فيه العضلات الاماميه اللي هو الانتيرير موسلز، اليوم الثاني هنلعب فيه العضلات الخلفيه اللي هي البوستيرير موسلز، واليوم الثالث هنلعب فيه البطن والارجل. هنبدا ان شاء الله النهارده اول يوم هنلعب فيه العضلات الاماميه، نلعب التشست ونلعب الشولدرز وهنلعب البايسبس برضو. الشولدرز هناخد فيها العضلات اللي يعتبر الكتف الامامي والكتف الجانبي مع التشست مع البايسبس، والايام اللي جايه ان شاء الله هنشوف العضلات الباقيه. يلا بينا مع اول تمرين. اول تمرين معانا في الورم اب ان شاء الله هنعمل الجري في المكان. طبعا كل التمارين دي بتعلي الهارت ريت بتاعنا وبتخلينا احنا جاهزين ان احنا نتمرن من غير ما يحصل لنا اصابه او اي حاجه، تخلي ضخ الدم كمان في الجسم بينتشر بسرعه اكبر. طبعا ممكن نعمل الجري في المكان، ممكن نحرك مع ايدينا، ممكن نعمل بوتشنج، ممكن نعمل فوق، الحاجات دي كلها ممكن تستخدمها. هنعمل كده لمده دقيقه ان شاء الله، وبعد كده نخش في التمرين اللي بعده اللي هو ووكينج بوش ابس. هقف وكاني هنزل وابدا بوش اب وارجع تاني. 1 هنزل وضع البوش ابس، 4 2 اب. هنعمل كده برده لمده دقيقه. التمرين الثالث اللي بعده على طول اللي هو الستيب باك اند ريتش، برده ده ممكن في منه تو فاريشنز او شكلين. الشكل الاول اهو رجلي لورا، بحاول الف بوزي الناحيه الثانيه عكس، ممكن اللي هو الفاريشن اصعب شويه لحد متقدم شويه. ممكن هننزل برضه هنعمل كده لمده دقيقه. طبعا الحاجات دي كلها بتحسن المرونه عندك، بتعلي الهارت ريت، بتخليك جاهز انك تتمرن. ويلا بينا في الفيديو. تاني حاجه ان شاء الله نبدا بيها نظام التمرين، قلنا هنعمل دايناميك ستريتشنج. نبدا معانا اول حاجه هنشغل يعتبر مفصل الكتف. هنعمل كل شكل من الاشكال دي، يعني ما الصوت اللي ظاهر في الفيديو ده عادي جدا، اطفال بتلعب مفيش مشكله. هنعمل كده 10 او 15 عده، بعد كده نعمل عكس الناحيه الثانيه. بس يا حبيبي هنعمل برضه من 10 ل 15 عده، بعد كده هنشغل فوق وتحت. بس لو معاك حاجه تديهم بينا برضه هنغير. طبعا دايناميك ستريتشنج دي مهمه جدا، احنا بنشغل يعتبر او بنحفز او بنجهز المفاصل بتاعتنا ان هي كمل عادي كمل. برضه ممكن بعد كده نسخن الروتير كاف ماسلز. طبعا كل الحاجات دي عشان نمنع الاصابه، وطبعا اكتر حاجه ممكن يتعرض لها اصابه مفصل الكتف، فعشان كده بنهتم بيه وبنسخنه. بعد كده هنخش على نظام التمرين بتاع النهارده. دي العشر تمارين اللي احنا نعملها في اليوم الاول، هنعملها بنظام السوبر ست. يعني ايه نظام السوبر ست؟ طبعا يعني هنعمل كل شكلين مع بعض. يعني مثلا هنعمل تمرين رقم واحد اللي هو الباند بوش ابس مع تمرين رقم اثنين اللي هو الستاندنج بايسبس كيرف، هنعملهم هما الاثنين مع بعض، بعد كده ناخد الراحه 30 ثانيه وهكذا ثلاث مجاميع، هنخلصهم ونخش على تمرين رقم ثلاثه واربعه، بعد كده خمسه وسته وهكذا. طبعا النظام ده لحد مستوى متوسط او متقدم، لو حد مبتدئ هيعمل كل تمرين لوحده وبعد كده ياخد الراحه ويخلص ال10 تمارين. اول تمرين معانا هنعمل البوش ابس طبعا عشان نشغل عضلات التشست او عضلات البنش او عضلات الصدر. هنعمل اول حاجه طبعا البوش ابس، لو احنا ناس لسه مبتدئين ممكن نعمله على الركبه، نعمل ركبتك كده جسم كله مفرود، هبدا انزل واطلع. طبعا ناخد بالنا اثناء النزول انا باخد نفس شهيق او انهيل وانا طالع حسين او زفير، نركز مع النفس طول فتره التمرين. الجسم كله مسدود، الجلوتس مسدوده وجسم مسدود. ده طبعا الشكل الاول من البوش ابس. الشكل الثاني لو انت نظامك او مستواك متقدم شويه هنعمل فول بوش ابس. هبدا انزل انزل واطلع. نحاول برده وضع البوش ابس، عايزين الايد تبقى اوسع مستوى الكتف شويه بنفس البوزيشن ده، وعايزين واحنا نازلين كوعنا يبقى 45 درجه، مش عايزين الكوع يبقى 90 درجه، كده غلط على الكتف وما تشغلش التشست بنسبه كبيره. فايدينا اوسع مستوى الشولدر شويه والكوع 45 درجه، نفس الاداء ده بالظبط. طبعا المستوى اللي بعده هنلعب بحبل المقاومه، هنلف حوالين ايدك نفس الشكل ده
انا كده احط ورا ظهري، هلف ايدي الناحيه الثانيه، وهبدا انزل وضع البوش اب. هبدا انزل باخد نفسي وانا طالع زفير تحت اب 2 ها 3. طبعا لو التمرين لسه مازال سهل وانت ممكن تجيب 15 عده بسهوله، ممكن تضيف حبال اكتر، او ممكن تضيف او تلف الحبل حوالين ايدك مره كمان. ويلا بينا مع التمرين اللي بعده. جاي التمرين معانا هنلعب البايسبس كيرل، نحاول نظبط الحبل ونحطه تحت رجلينا، ونحاول نخلي الريزيستنس او المقاومه او المساحه هنا زي المساحه هنا، ما نخليش اختلاف عشان تلاقي اليدين شغالين بنفس المقاومه، ما فيش ايد شغاله اكتر من ايد. طبعا هنطلع فوق زفير ونازل باخد نفسي. طبعا البايسبس كيرل هنعمله على طول بعد البوش ابس، هنعمل سوبر سيت، معنى هنعمل مجموعه بوش ابس ومجموعه بايسبس كيرل، وبعد كده ناخد راحه 30 ثانية. هنعمل كده 3 مجاميع 15 او 20 تكرار، بعد كده ناخد الراحه بتاعتنا ونخش على التمرين بعد كده. بعد كده نبدا نجهز للتمرين رقم 3، ونركب الاكسسوري اللي بتيجي مع الحبل من تحت، ونتاكد 100% ان الباب مقفول كويس ومحدش يخش علينا عشان ما يقعش على الارض. بعد كده احط رجل قدام ورجل ورا وابدا التمرين. طبعا اطلع النفس وانا طالع، وانا نازل باخد نفسي انهيل، حاول نحافظ على كوعك متن سنه بسيطه. بعديها على طول هنخش التمرين اللي بعده اللي هو اللينج بايسبس كيرل. هنحاول ننام على الارض ونحط الحبل تحت عند رجلينا، نبدا نشتغل. طبعا زفير وانا بسحب، وانا راجع باخد نفسي. طبعا قلنا هنعمل سوبر سيت، مجموعه تشيست ومجموعه بايسبس، بعد كده ناخد راحه 30 ثانيه، وبعد كده هنعيد ثاني. بعد ما نخلص 3 مجاميع ناخد راحه دقيقه، وبعد كده نخش في التمرين رقم 5 و6. وتمرين رقم 5 معانا اللي هو الديكلاين تشيست فلاي. هركب الحبل من فوق، احط رجل ورا ورجل قدام، وابدا اشتغل. طبعا اثناء نزول بطلع النفس زفير، وانا راجع باخد النفس انهيل. ده طبعا التمرين ده بيشتغل على الديكلاين تشست او الجزء السفلي من عضله الصدر. طبعا لو المقاومه ضعيفه شويه ممكن نطلع خطوه لقدام، نبدا نشتغل بحيث ان التمرين يبقى افكتيف بالنسبه لنا. تمرين رقم 6 معانا اللاترال ريزز او الرفرفه الجانبي. هنمسك الحبل نحطه تحت رجلينا، نوزع المساحه هنا زي المساحه هنا. اهم حاجه في الوضع ده نخلي الكوع متن سنه بسيطه، واللي بيطلع الكوع هو اللي بيطلع فوق يثبت دراعك. مش عايز ايدك تطلع كده، لا بالعكس، كوعك هو اللي فوق. هطلع، نحاول نركز في الاداء بتاع التمرين ده عشان نحس بالكتف الجانبي بنسبه اكبر. التمرين اللي بعده هنلعب هامر كيرل. حط الحبل تحت رجلي، حاول اوزع المساحه بالتساوي، ابدا اطلع فوق 2، وانا طالع اكسير وطالع نفس، وانا نازل مع الاسنتريك موفمنت باخد نفس. برضو التمرين ده بيشغل هي عضله البراكيالس بالاضافه للبايسبس اللي هو الشورت هيد واللونج هيد. نحاول نركز في التمرين، مش عايزين نلعب بسرعه. بعديها على طول هنخش على تمرين رقم 8 اللي هو الستاندنج تشست بريس. هركب الحبل في منتصف الباب، طلع رجل ورا رجل قدام، وابدا اقف. طبعا جسمي كله مشدود، وزي ما اتفقنا كوعي بزاويه 45 درجه. طبعا التمرين ده بيشتغل على عضله الاستمرال هيد او منتصف الصدر. نحاول نركز مع كل عده، وانا راجع باخد نفسي، وانا طالع اكسيل بطلع النفس، ونتاكد ان الوقفه بتاعتنا مظبوطه. طبعا لو المقاومه ضعيفه بنبدا نطلع خطوه لقدام، بحيث ان التمرين يبقى فعال بالنسبه لنا ويكون في تنشن مع العضله اثناء المدى الحركي الكامل. تمرين رقم 9 معانا الفرونت ريزز او الرفرفه الامامي. هبدا امسك الحبل برضه، احط تحت رجلي، وزع مساحه، جسمك مفروض، ظهرك مفروض، وكوعك متني برضه سنه بسيطه. هبدا اطلع فوق وانزل، هطلع فوق زفير ويمين شمال عدى واحده وانزل جنب من جنب. تمرين رقم 10 معانا النهارده اخر تمرين الشولدر بريس. هبدا احط الحبل تحت رجلي واقدم خطوه لقدام، نعملها من الجنب، خطوه قدام خطوه ورا، هبدا ارفع واطلع فوق
وانزل وانزل زفير وطالع 3 جيت قدام. حاول برضه تخلي كوعك في السكابلر بوزيشن او في السكابلر انجل، تخلي كوعك سنه قدام ما تخلوش ورا في مستوى الكتف. اطلع فوق وانزل ببطء اطلع كده. خلصنا التمرين، نبدا بقى في الاستاتيك ستريتشنج او الاطالات الثابته. هنعمل طبعا كل شكل من 30 ل 60 ثانيه. اول حاجه امسك الرابر باند افتحها شد المقاومه بتاعتها، ابدا ارجع ورا احاول اثبت في الوضع اللي هو يبقى فيه الم شويه. طبعا ده ستريتشنج للتشست للشولدرز للبايسبس. هخلص 60 ثانيه كويس، ابدا ارجع خش على الستريتش اللي بعده. ايدي اشبكها في بعض، ابدا اطلع فوق، حاول تفرد دراعك على امبليتيود كامل برضه نازله من 30 ل 60 ثانيه. اللي بعده بايسبس، حاول اخلي ايدي بشكل القبضه كده مستويه في اي حرف، ممكن على الحيطه او ممكن في الشباك او ممكن في الباب. ابدا اشد، حاول تلف بالهيبس بتاعتك الناحيه الثانيه برضه تثبت 30 ثانيه او 60 ثانيه. الناحية التانية قبضة طبعا التوصيات مهمة، لأن احنا بعد التمرين بنكون العضلات كلها منقبضة، فعشان نرجع العضلة للعضلة الطبيعية لازم نعمل إطالات ثابتة. آخر حاجة نعملها عشان الفور أرم، أقف كده بإيدي أبدأ أرجعها لورا كذلك برضه الناحية التانية أعكس. حاول تحافظ على باك عفوت وتشد كده. نكون خلصنا التمرين بتاع النهارده ان شاء الله، ويستنوني بكره في التمرين بتاع اليوم التاني. اول تمرين معانا هنلعب الباند بوش ابس. طبعا هنلعب لو احنا طبعا ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. احنا طبعا مفيش جيمات فاتحه وعايزين نتمرن في البيت، فاكيد هنقفل الفيديو ونشغله تاني عشان مش عارف اتكلم.